بسم الله الرحمن الرحيم. مع كنز عظيم من كنوز السنة لا يعلمه أكثر الناس، روى الإمام الطبري في كتابه الدعاء من حديث عبد الله بن مسعود كلمات في تحت باب كلمات تقال عند الفاقة وضيق الرزق. كلمات علمها النبي صلى الله عليه وسلم لسيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها، فقال لها: قولي يا أول الأولين، يا أول الأولين، يا آخر الآخرين، يا ذا القوة المتين، يا راحم المساكين، يا أرحم الراحمين. وفي رواية أخرى رواها من الدارمي، رواها أيضا الإمام أبو شيخ الأصبهاني في كتابه الأصبهانية حديث عبد الله بن مسعود ان السيده فاطمه رضي الله عنها دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم، قالت له: يا رسول الله، هذه الملائكه طعامها التسبيح والتكبير والتهليل، فما طعامنا نحن؟ فكان الكلمات دي تقوم مقام الطعام. الانسان اذا كان جائع مش ملاقي طعام يشبع، او ان الكلمات دي تجلب الرزق، فعلها نفس الكلام: يا اول الاولين، يا اخر الاخرين، يا ذا القوة المتين، يا راحم المساكين، يا أرحم الراحمين. فيا ريت تحفظ الدعاء دوت، ما نقوله مع الدعاء اللي كنت علمته لحضراتكم قبل كده، أو قلته لحضراتكم قبل كده، من حديث الدعاء اللي علمه رب العالمين سبحانه وتعالى لأبينا آدم لجلب الرزق أيضا. هتلاقوه موجود في القناة. فيا ريت هكتب لكم الدعاء في الوصف، انسخوا هذا الكلام وشو، أقول قولي هذا، استغفر الله.